إذا جاء خطاب أبو مازن اليوم في القمة مرن تماما ويفضي إلى بعض الرتوش التي يمكن أن تدخل على المبادرة العربية التي هي خطوط عريضة فقط، والتي يمكن أن خطاب أبو مازن يمكن أن يعكس اتفاقيات طابة ومن قبل المحادثات التي جمدتها إسرائيل باستمرار الاستيطان. يعني هناك كان نوع من المفاوضات حول تبادل المناطق في إقامة الدولة الفلسطينية، مناطق الاستيطان تأخذ السلطة، مناطق شبيهة لها في القيمة والمساحة، وأيضا هناك تعديلات. هناك أيضا لا ننسى اتفاق بيلن عبد ربه في جنيف المتعلق بقضية إعادة النظر في قضية اللاجئين وأن يكون لها مخرج كما جاء في القمم العربية السابقة وفي المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية. إذن هناك مرونة عكسها أبو مازن في مد يده مجددا ومناشدته للمجتمع الدولي أنه يريد شريكا له في عملية السلام.